هذا الوضع بيستمر كثير. أنا أتمنى أطلع من هنا اليوم قبل بكرة. ما هو هذا الحلم الجميل اللي رسمته من زمان؟ لا، الحلم أكبر من هذا. مهما كانت الظروف صعبة، أنا لازم أحقق أحلامي وأهدافي، لازم. يا غسان، إن شاء الله تكون مرتاح معنا في الشركة. الحمد لله أستاذة سميرة، أنا تعلمت تقريبا كل الشغل من الأخت فوزية، بس في حاجة، يعني أحس إنها دايما تعيقني في الشغل، وأحس إنها صعبة بالنسبة لي على الأقل في الوقت الحاضر. المسألة هذه اللغة الإنجليزية بصراحة. لأن كل المخاطبات اللي توصل الشركة، خاصة من الاستشاريين والشركات الكبيرة والبنوك، أغلبها باللغة الإنجليزية، وأنا مستواي أقل من المتوسط في اللغة بصراحة. خوفتني، أنا افتكرت في شيء كبير. يعني إذا على هالمسألة بسيطة ولا يهمك، أنا من بكرة إن شاء الله راح أسجلك في أحد المعاهد المتخصصة في اللغة الإنجليزية، وإن شاء الله راح يتحسن مستواك. في شيء ثاني بعد؟ سلامتك، سلامتك يا أستاذة. أنا إن شاء الله راح أكون تحت أمرك، والدرس الأول حافظنه، وهو إني أخلصك باستمرار من عبد العزيز بن إبراهيم. أحسنت يا غسان، صدقني أنا متوقعت لك مستقبل كبير عندنا في الشركة. تفضل استريح. غسان، أنت الحين منسق مدير عام الشركة، أنا أقول يعني يفترض أن يكون مظهرك أفضل من كذا، وأنا عارفة ظروفك زين، لذلك يعني يا ريت لو تقبل مني هذا الظرف في مبلغ بسيط وسدده متى ما قدرت يعني، بس أتمنى تكون إنسان آخر تماما. أيوة بس من غير بس، أنت نفذ كلامي وخلاص. تأمريني بشيء ثاني؟ أريدك تكون دائما معي على الخط. صباح الخير. خير أنسة فوزية، إيش في؟ بصراحة أنا مندهشة من هذا التغير المفاجئ والسريع. على كل حال، ما في أحد في الدنيا يظل على حاله، بس إن شاء الله التغيير اللي تشوفيه يكون للأفضل. وأكثر من الأفضل يا غسان. على العموم خلينا في الشغل أحسن، بدل الكلام اللي ما من وراه فايدة.
صباح الخير. صباح النور. غسان جيب لي البريد تاع المكتب عندي، وانت اتصلي لي بسرعة عبد الحميد خليه من المكتب. تقدر الحين تروح المكتب. طيب عن اذنك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير وامين. صباح النور. اهلا، تفضل استريح. وين راحت صورة ابو امين؟ طاحت وانكسر الزجاج. انت تعرفنا كل شيء لعمر، يبدو لي ان عمرها الافتراضي انتهى. اسمح لي استاذ عبد الحميد، افرز بريد اليوم بتواصل معك. ايه خذي راحتك. تقول مثل ما ينتهي كل شيء في الدنيا، يعني يمكن تكون انتهت ذكرى ابو امين من نفس سميره. يا ترى اقدر افاتحها الحين بموضوعي ولا ان الوقت ما مناسب؟ يكفي السنين اللي راحت من عمري وانا انتظر الفرصة المناسبة اللي اكلمها في موضوع زواجي منها. اتمنى انها توافق. اتمنى. يا ترى هذه الاسطوانات كيف تشتغل؟ يا ريتني لو اعرف اشغلها. بس يا ترى هذه الاسطوانات ايش فيها يا امين؟ يعني ايش يا عبد الحميد؟ يعني يا ام امين، صعب جدا ان الشركه تقوم بتنفيذ مشروع المجمع في الفتره الحاليه لان التكلفه الماليه للمشروع باهظه جدا. قصدك ما من صالح الشركة انها تقوم بتنفيذ المجمع في الوقت الحاضر؟ وخصوصا احنا جالسين ننفذ مجموعة مشاريع. بس انا مصرة على اقامة هذا المشروع يا عبد الحميد. ولا تنسى انه حلم من احلام حياتي، واتمنى انه يتحقق. من حقك طال عمرك انك تحلمي، ومن حقنا ان نوقف معاك. بس المهم انك تطلعي على الدراسة ونتناقش مع المهندسين والمستشارين والمدير المالي. طيب ما عندي مانع، انت ارسل لي الدراسة وبطلع عليها. ان شاء الله طال عمرك، من اوصل مكتبي ارسل لك الدراسة. طيب في شيء ثاني اريد اتكلم فيه معاك اذا وقتك يسمح. خير، تفضل. موضوع عبد العزيز. ايش فيه؟ عرفتي ايش الشيء الثاني اللي اريد اكلمك فيه؟ للأسف لا. ليش أنت عرفت شيء؟ لا طال عمرك، أنا بس فكرت واعتقدت أنه هو جاي يتقدم لك يعني. هو صحيح قال لي هالكلام وحاول من زمان، واعتقد بكررها مرة ثانية، لكن والله لو يكون آخر إنسان في هذا الكون ما ممكن أتزوجها. أنا آسف مدام يمكن دخلت في أشياء شخصية. لا لا أبدا، ما في بين أشياء شخصية. لا تنسى يا عبد الحميد أنك أنت لك معزة خاصة من أيام المرحوم أبو أمين. إيه بس حرام يا مدام أنك تفني عمرك كله كذا. قصدك يعني بدون زواج؟ هذا من حقك، ومثل ما يقولوا
الحي ابدا من الميت، وانت ما زال العمر قدامك. بس كله ولا عبد العزيز. اتصلت فيه علشان اجي اخذك من المطار. ما حبيت ازعجك يا ايمان، بغيت اعمل لك اياها مفاجاه. يا احلى واجمل ايمان في الدنيا كلها، بس انت ما قلتي لي ايش رايك في هذه المفاجاه. يعني ايمان، ايمان انا متلهف اني اشوفك. عامل حسابك اليوم نتغدى مع بعض. ها؟ لا 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 لا، قبل لا تسكري المحل أكون أنا انتظرتك في سيارة في مراقب المركز. إيش رأيك يا إيمان؟ ما أعرف إيش أقول لك. اللي تشوفه يا عبد العزيز. هذا من حقك، ومثل ما يقولوا الحي أبدا من الميت، وانت ما زال العمر قدامك. بس هذا الشيء لازم يتم حسب اختياري أنا، وما حد ممكن يفرض علي. يا ربي، غسان الحين ما وصل. معقولة كل هذا امتحان في المعهد؟ لا يكون وصل وأنا ما عندي خبر. فوزية، فوزية، غسان، غسان، خليني اروح اشوفهم يمكن يكونوا في المكتب وما سمعي. وين راحوا هذي؟ تصور عندك رسام ماهر لهذه الدرجة يا غسان. أكيد أن الشركة راح تستفيد من موهبتك هذه. وأنا في خدمة الشركة يا أستاذة سميرة، ومستعد أسوي إلا تطلبي مني. إلا ما قلت لي أنت وين ساكن؟ أنا ساكن في الحمرية مع مجموعة من الشباب. أنا ما هذا يصلح لفنان يقدر يمارس فيه هوايته وإبداعاته. أنت لابد يكون لك مكان مميز حتى تقدر تبدع فيه طالما وصلت لهذا المستوى من الرسم. يمكن تفكر يوم الأيام تسوي معرض وتعرض فيه لوحاتك. ليش؟ أنت ما تفكر هذا الشيء؟ أنا أتمنى أكثر من هذا. أنا أتمنى أن أكون معروف في كل مكان. يعني تبي توصل للعالمية؟ أنا أوصلك لها، بس عاد لو سمعت كلامي. أنا دائما أقول أني تحت أمرك غسان. لو حضرت لك مفاجأة وطلبت منك انك توافق عليها، تقبلها ولا لا؟ يعني اعرف المفاجأة بالاول.
إذا ما راح تكون مفاجأة لو قلت لك عليها. غسان، وين رايح أنت اليوم المساء؟ أنا ناوي أروح البلد اليوم، لأن أهلي ما يعرفوا عني أي شيء من أول ما تركتهم. يعني راح ترجع يوم الجمعة المساء؟ بالضبط. طيب لما ترجع يا ريت لو تتصل فيني على تليفوني النقال. إن شاء الله. تمري بشيء ثاني؟ لا شكرا، سلامتك. غسان لا تنسى تتصل فيني. إن شاء الله. عن إذنك. خلاص يا ابوي، كلها ايام قليله ان شاء الله، ومرشد ياخذ كل فلوسه ويرجع لك البيت والمزرعه باسمك مثل ما كانوا. سامحني يا ولدي غسان، سامحني، انا كلفتك اكثر من طاقتك. يا ابوي انا لو كنت اعرف كم عليك حال مرشد كنت قبت الفلوس معاي وانا جاي، وان شاء الله نفتك من هذه السالفه كلها. لو كان عندنا تلفون يا اخوي كنت اتصلت فينا وخبرناك. انا حاطط بالي سالفه التلفون هذه، وان شاء الله بيركب الايام الجايه. أحسن يا ولدي عشان نطمن عليك وتطمن علينا، وبالمرة تعرف إيش استوي عندنا. ليش أنتوا صار عندكم شيء وأنا ما أعرف؟ أخوك يبي يترك الدراسة ويروح يشتغل، لكنه الحين رجع عن اللي كان يفكر فيه. معك ذاك يا حسان؟ ليش يا حسان؟ ليش تريد تترك دراستك؟ أنت ناقصنك شيء؟ كان ناقصني الأمان والطمئنان يا أخوي، لكن الحين من شفتك ارتاح بالي وهدت نفسي. ومرشد يتوقف عند حده، يعني ما في أي مخلوق يقدر يطلعنا من بيتنا. وهو هذا اللي مخوف منك يا حسان؟ وهو هذا شوية يا أخوي. ما شوية يا حسان، ما شوية. ما قلت لي يا أبوي مرشد بكم يطالبك؟ عشرة آلاف ريال يا ولدي. كم؟ عشرة آلاف. سورة الإخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. غسان ما قلت لي ايش سويت في مسقط؟ لا تتهربي من سؤالي يا سلمى، ايش اللي صار؟ ايش اللي خلاش تفتحي المدرسة الحين في هذا الوقت بالذات؟ ما صار شيء يا غسان، بس حسيت انه عندي وقت فراغ كبير وما عرفت ايش اسوي فيه، وخاصة بعد ما رحت مسقط. سنة قلبي يقول لي شيء ثاني غير اللي قلتيه يا سلمى. قلبك ما قال لك شيء ثاني بعد؟ سلمى انا خايف انه تكون صايرة مشكلة في البيت وما تريد حد يعرف عنها.
مشكلة؟ مشكلة ايش لا سمح الله؟ ما اعرف، بس انا حاسس ان في شيء غلط. عموما اذا حبيت تتكلمي تفضلي، انا اسمعك، واذا ما حبيت انت حرة. صدقني يا غسان ما في شيء، وانت لا تاخذ على خاطرك. اتمنى هذا يا سلمى. عموما انا بكره رايحة مسقط، اذا حبيت اي شيء من هناك قولي، لا تستحي. اريدك ترجع بالسلامة علشان تحقق احلامك، ومثل ما وصيتك في المرة الماضية اوصيك المرة الثانية، لا تخلي مسقط تنسيك القرية واللي فيها. عموما انا تأخرت، لازم اخلص شغل شوي. يلا تفضلي. ايش في مرشد؟ ها؟ حضر بنا ولا شيء؟ ما اعرف. غسان تأخرت، خلينا نروح البيت. ما دام انك وليد امرك يا ايمان، فانا اقترح ان بكره نعقد قرانه ونتزوج على طول، وبعد الزواج نسافر نقضي احلى شهر عسل في اجمل بلد. ايش رايك؟ انت مستعجل لهذه الدرجه يا عبد العزيز؟ هو اكثر يا ايمان، انا كنت اتمنى ان هذا الشيء يصير من زمان. ايش قلت يا ايمان؟ انا اقول لو نأجل شهر العسل شوية. إلا زواج، لازم بكرة يتم.
يا خميس انت جالس تلف الدور، واول مرة بصراحة احسك انك ما تريد تصارحني. لا لازم تعرفه ان الرسالة اللي وجه لك اياها مرشد ذاك اليوم واضحة ومفهومة. انا ما عندي كلام اقوله يا سيدي. لا عندك كلام، عندك كلام يا خميس، ولا تريدني أسير حال المرشد عشان يخبرني بكل شيء. يعني انت مصر انك تعرف؟ طبعا مصر اعرف، لكن انت الله يهديك مخلي بيني وبينك سدود. ما كان احنا اخوة، ما كان اللي سرك يسرني واللي ضرك يضرني. زين قول لي، غسان هني بعده ولا سار مسقط؟ غسان سار قبل ساعة. ليش غسان له علاقة في الموضوع يعني؟ غسان هو كل سالفة. غسان؟ كنت على بالك؟ ها؟ قصدي يعني كنت تحاول انك تتصل فينا؟ اي طبعا طبعا، بس عفوا استاذة سميرة، نحن وين رايحين؟ خايف؟ لا بس يعني يعني ايش؟ ما اعرف. يعني ايش ما اعرف؟ انا اللي عارفه ان لكل سؤال جواب. بعدين يا ريت يغسل له تلغي من حياتك كلمة ما اعرف. زين؟ ما اعرف يعني ايش؟ قصدي حاضر. بتظل قاعد في السيارة؟ يعني كيف يعني؟ يعني تعال انزل داخل. أنا معي إن شاء الله. غسان تعال، ليش واقف عند الباب؟ تعال ادخل وقول لي ايش رايك في هذه الفيلا. هذه فيلا من؟ وليش نحن هنا؟ هذه هي المفاجأة اللي وعدتك بيها. أعتقد أن هذا أنسب مكان تقدر تمارس فيه هوايتك، وإلى جانب عملك طبعا، وشيء مؤكد أن الشركة راح تستفيد من هذه الموهبة. أنا في خدمة الشركة وصاحبة الشركة. إذن يا غسان، من اليوم ورايح أنت بتعيش في هذا المكان. بس عاد
يا ريت لو أي مخلوق في الشركة ما يعرف أنك ساكن هني. ويحبذ يعني لأنه تلغي أي زيارات لأصدقائك أو حتى أهلك أنهم يزوروك في الفيلا. أبي هذا الموضوع يكون سري بيني وبينك للغاية. أنت فاهم إيش معنى سري للغاية؟ فاهم. في نفس الزمان تفقد الأمان.